أبطال السباقات ليسوا فقط من البشر، بل هناك أبطال من الحمام الزاجل، ويتواجون بالميداليات في سباقات يجنى من ورائها أصحاب الحمام أو يجنوا أموالا ومكاسب مادية كبيرة. ولكن لهذه السباقات استعدادات وتمارين كثيرة واحتياطات صحية لبناء شخصية قوية للحمام، ويستطيع من خلالها الطيران في ظروف جوية صعبة وبسرعة كبيرة. نادح حجازي. اللي معاه قرش محيره يجيب حمام ويطيره، مثل شعبي يمكنك تطبيقه الآن بغرض الاستمتاع والاستثمار في مسابقات الحمام الزاجل التي تجلب الكثير من الجوائز المادية. بالكؤوس والميداليات يتوج أبطال الحمام الزاجل بعدما قطعوا مسافات كبيرة بسرعة عالية، وخلف هذا الإنجاز كواليس كثيرة لتدريب الحمام على السباق. الحمام ده بنبدأ نجهزه الأول عشان نسابق بيه، بنبدأ نعالجه، بنبدأ نديله الأمصان اللي هو محتاجها والكلام ده. لو أنت هتسابق من مكانك بتعمله زي نقطة ارتكاز الأول، بتديله حاجة اسمها رمية ثقة. رمية الثقة دي مش شرط مسافة، بس أنت بتديله الرمية دي عشان تخليه عنده شخصية أو تخليه واثق في نفسه أنه مش هيطلع يتعب عقبال ما يوصل مكانه، لان العضله بتاعت فرد الحمام بتبقى عضله الصدر دي ساعات بيحصل فيها كرمبات زي شد العضلي بتاع اللعيب الكوره بالظبط. لما تيجي تمرن الحمام بتديله الاول الاربع الاتجاهات بتوعك 5 كيلو في كل اتجاه، يبقى كون صوره كامله عن المكان او المنطقه اللي هو فيها، وبعد كده بتبدأ تزيد عليه 5 10 20، وبعدين تمرن في الجمعية رمي جماعي، بتبقى مجموعة المتسابقين كلها بنبدأ نرمي الحمام كله بتاعنا، يعني مثلا ممكن نرمي 2000 3000 حمامة مجمعة. الرقم ده السيريال ده بتاعك انت، بيلبس هنا دبلة تاني، بس الدبلة دي دبلة ممغنطة، الساعة دي بتبقى مظبوطة في الجمعية، بيبقى على نظام ماستر. بيجي فرد الحمام بمجرد ان هو ينزل على التراب بيتسجل على الساعه دي، الحافز بتاعه بيبقى مثلا الانثى بتاعته، انت حاجز منه الانثى بتاعته اثناء التمارين، بس ساعه ما يجي من التمرين بتوري له النتائج بتاعته، فهو بالنسبه له حفزته ان هو هيجي المشوار ده، هو بيجي مثلا يلاقي الانثى بتاعته. الزغلول بيبقى الحافز بتاعه مثلا ممكن تحفظه مثلا لباب، الباب ده بتاعه، ممكن تجيب زغلول صغير قبل ما تاخده تسلمه تحسس ان هو الزغلول ده او الشاب ان في واحد هياخد العين بتاعته، المسكن اللي هو ساكن فيه. حمام مثلا السريع وعضله كتفه قويه، الريش بيبدا يضم على الجناح، كل ما الكتف تلاقيه طالع فيه طلوع الهرمي ده بيبقى فرد الحمام ده بيديك سرعه اعلى. لصباح العربيه ندى حجازي.